34 لما ربنا قال لشعبه اللي بيحبه اطلقوا اخواتكم ما تخليهمش عبيد، اطلقوهم ورجعوا رجعوهم تاني. يبقى اذا ربنا طردكم عشان تبقوا عبيد في كل مكان عشان انتوا السبب. دور عندك ربنا زعلان منك ايه؟ انا عندي ايه مزعل ربنا؟ في رشوه، في سحره، في زنا، في قتل، في دور كده وانكش وحوش الطين من الرز. واوعى تفتكر لحظه ان ربنا ما بيحبكش. خطاياكم عملت حائط بينكم وبين ربنا. انتوا اللافر بيبل، الشعب المحبوب. وافرحوا ان مصر هي اللي تعمل قناه تانية، اللي كنت هتعملها كان فلوسها تنزل الارض. اكتبوا كده باللغه العربيه على اليوتيوب ظهور جند الرب في سينا، وانتوا تعرفوا الكل بينزل تحت البحر، والبحر الاحمر ده سيختفي تماما. الاول هيبقى لسان واحد اللي هو اشعياء 11. طبعا هما مش هيسمعوا الكلام ده وملناش دعوه، ده دينهم وبتاع، وانتوا عايزين يقولوا عليكم بقيتوا نصارى. انجوي يور تايم ايجيبت مع كل حاجه سارجينها من ليبيا ومن السودان ومن سينا ومن طابا. طوبيا النبي طلع برضو بتاعنا مش عارفه ازاي، بان ما علينا. المهم هما مالهمش دعوه، هما عندهم اعطوا كل ذي حق حقه، مش هيعطوا وما يدوا زيزي كل حقه. المهم الامه التي تأوي الزواني انا ابيدها، دوروا عندكم ربنا زعلان منكم ليه؟